تنظن بأن فريق بين على القوة ديالو وفيها لاعبين ممتازين اللي عندهم مستقبل جيد في الفريق الأول. تنتمنى إن شاء الله يزيدوا في العمل ديالهم، لأن هذا الوقت هذه الكرة المغربية عندها واحد السعد، لأن من بعد كأس العالم كل شيء الحمد لله سهل. تنشوفوا بأن المنتخبات كلهم متأهلين لا لكأس إفريقيا لا للألعاب الأولمبية، لا من ناحية الكرة النسوية ولا الكرة الشاطئية ولا الكرة ديال القمة الصغيرة، ولهذا هذا من العمل الجيد ديال الجامعة والسياسة اللي نجا رئيس الجامعة السيد فوزي القزا عاطية نتيجة في هذا الوقت هذه، والحمد لله المستقبل ظاهر للكرة المغربية. اللي خاص يمكن نحسنوا شوية الدور ديال البطولة ديالنا، الفرق اللي في البطولة يحسنوا الوضعية ديالهم باش يكونوا حتى في المستوى ديال الطموحات ديال الكرة المغربية. المباراة الأولى تكون شوية صعيبة، لما كتكونش عارف الجو ديال الدوري واش فرق في المستوى قوية ولا، يمكن دازت المباراة الأولى حتى الفريق الخصم كان صعيب، ولكن ملي تحكموا عليك المباراة وهذا المباراة الأخرين ما نقولوش جاهم ساهلين، ولكن نعرفوا كيفاش يقاوموا وكيفاش يوجدوا لها، والمدرب عاود شاف إصلاحات في الخطوط ديال الفريق باش النتيجة كانت إيجابية وكانت أحسن وأفضل. ولا المدرب المغربي افضل واحسن، لان عقليه مغربيه وعقليه اسلاميه بزاف الحوايج، اللي غير خصو يكون في المستوى حتى هو يكون عنده شواهد ويكون عنده تجربه، يكون التجربه ديال السير كراكي راه عطات نتيجه مزيانه احسن افضل من بعض المدربين الاجانب اللي ما تيعرفوش الكره الوطنيه، ما تيعرفوش زعما كان العيشه المغاربيه ولا الجمهور كيفاش تيعيش. والحمد لله الى النتيجه ديال كاس العالم عطات واحد الانطلاقه لا للمدرب المغربي لا لاعب المغاربه ولا خارج الوطن او داخل الوطن، في المستقبل ان شاء الله الكره المغربيه في المستقبل تكون افضل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.